الأستاذ حسن كواري أكيد من اللجنة المنظمة اليوم بعد نسخة استثنائية من كأس العالم، هدفكم دائما البقاء في القمة، هل تجدون في كأس آسا وتنظيمها بإيصال الصورة التي أنتم تريدون إيصالها؟ أول شيء تشرفت بمقابلتك دكتور ليث، بعد فترة كنا دائما على اتصال هاتفي لكن اليوم يكون الاتصال بشكل مباشر. أكيد هدفنا دائما تقديم ما هو مميز، نسخة مميزة من بطولة كأس العرب، نسخة مميزة من كأس العالم، وبإذن الله وبتوفيق إن شاء الله راح تكون نسخة مميزة أيضا من كأس آسيا، مميزة من ناحية الحضور، مميزة من ناحية الخدمات المقدمة، مميزة من ناحية المستوى الفني والرياضي. المعايير اللي تم وضعها دائما تكون معايير عالية عندنا، لأنها في الأخير بطولة ترتبط باسم قطر، فيجب أن تكون دائما في القمة. اليوم الكوادر البشرية القطرية تسجل امتياز، هل هنالك أيضا هذه الخبرات توزع للعرب؟ شوف الحمد لله رب العالمين، الإعداد البشري اللي كان تم تخطيط له من فترة طويلة من خلال استضافة البطولات وتطويرها وتنوعها، أعتقد قاعدين نشوف انعكاساته الحمد لله من خلال إنشاء خلينا نقول قاعدة كبيرة من الشباب في مختلف القطاعات، سواء الإعلامي، التسويقي، الرياضي، يعني في العمليات اللوجستية كذلك، في عندك كادر الحمد لله رب العالمين، أيضا عندنا برامج اللي أيضا تساعد لدعم ونشر هذه الخبرات من استضافة عدد من الكوادر يكونوا متابعين لنا، سواء مع الاتحادات، كان عندنا وفود من الاتحادات الآسيوية، عدد 3 اتحادات ما تذكر الأسامي، وجود أيضا وفود متابعين معنا، أي اتحاد أو حاب أن يشارك معنا أيضا تقدم الخدمة له، أنه يكون عندنا مرافقين متواجدين معنا، كانت في كأس العالم كذلك، حاليا يوجد معنا أيضا أعداد احنا نسميهم الشدو أو الظل يكون متواجد معك طوال البطولة أيضا للاستفادة ونقل هذه الخبرات، ونتمنى أن إن شاء الله نشوفها على مستوى أكبر بإذن الله.